أعلنت روسيا أنها الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة، ما يقصي إيران عن هذا القطاع، ويجسد التنافس الروسي الإيراني حول التفرد باستثمار الفوسفات في سوريا وغيره من الموارد، يجسد المطامع الواسعة التي دفعتها لمساندة الأسد ودعمه المطلق سياسيا وعسكريا، فيما منح النظام الدولتين وعودا تقضي بتفرد كل منهما في استثمار الفوسفات. المزيد في سياق التقرير التالي. تنافس روسي إيراني حول النصيب الأكبر من قطاع النفط والطاقة والاقتصاد في سوريا بات أشبه بالتسابق إلى تركة الرجل المريض. والجديد في الساحة التسلط على قطاع الفوسفات في سوريا، المصنف عام 2011 خامس دولة مصدرة له في العالم باحتياط بلغ 1,800,000,000 طن خام. روسيا أعلنت أنها ستكون الدولة الوحيدة دون غيرها التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة فيها، وذلك وفق تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين بعد ترأسه لوفد اقتصادي إلى سوريا ولقائه بالأسد. تصريحات لم تخف مطامع روسيا، حيث قال روغوزين أن بلاده ستستغل المخزون السوري من الفوسفات الذي يعتبر أكبر حقل فوسفات يمكن استثماره وتصديره إلى العديد من البلدان. التصريحات الروسية بخصوص الفوسفات السوري اعتبرها محللون أنها نذير تصادم اقتصادي روسي إيراني في سوريا نظرا لإقصاء إيران عن هذا القطاع، خاصة وأن إيران حازت مطلع العام الجاري على عقد استثمار مناجم الفوسفات في خنيفيس بحمص خلال زيارة رئيس وزراء الأسد إلى طهران، حيث اتفقا على تسديد ديون الأسد عبر منح إيران الفوسفات السوري بعد تأسيس شركة تشرف على الاستخراج وتصدر الإنتاج إلى طهران. وبين وعود النظام المزدوجة لإيران وروسيا في الانفراد باستثمار فوسفات سوريا، سيكون الأسد محرجا بينهما في توزيع الصفقات الاقتصادية المدفوعة ثمنا لدعمهما العسكري والسياسي الذي قد لا تكفي الخيرات السورية لسده، فيستدعي ما هو حاصل كبقاء روسيا عشرات السنين باتفاقيات معلنة ورفض إيران رسميا وضع جدول زمني محدد للخروج من سوريا. ولمتابعة موضوعنا ينضم إلينا الدكتور محمود حمزة المحلل السياسي من موسكو والباحث الاقتصادي ملهم الجزماتي من إسطنبول. أبدأ معك سيد ملهم، كم تملك سوريا من فوسفات وكم تقدر قيمته الإجمالية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لما تمتلكه سوريا من الفوسفات، فتحتوي البادية السورية على كميات وفيرة من خامات الفوسفات، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة لدعم الاقتصاد السوري الكلي بشكل مستمر. حسب إحصائيات رسمية أصدرها المكتب المركزي للإحصاء تابع لحكومة النظام السوري في عام 2007، هي آخر إحصائية رسمية، فبلغ إنتاج الفوسفات ما يقارب 3,000,000 طن تقريبا، ويتم تصدير أكثر من 75% من إنتاجه إلى دول عربية وأوروبية عديدة، طبعا الإضافة إلى أن سوريا تحتل المركز الثالث عربيا من حيث إنتاج الفوسفات كخام الفوسفات. نعم، يعني سيد ملهم، ما هي أيضا الثروات التي تملكها سوريا في قطاع الطاقة من نفط وثروات أخرى هامة؟ في الحقيقة البادية السورية منطقة غنية جدا بالموارد الطاقة، فجميعنا نعلم أن معظم الآبار النفطية التي تنتج النفط في سوريا هي موجودة في البادية السورية. أيضا ناهيك عن الغاز، تبلغ احتياطيات سوريا من الغاز حوالي تقريبا 3% خلينا نقول 0.3 مليار متر مكعب، وهذه الإحصائية كانت في نهاية عام 2010 حسب تقرير لوكالة الطاقة العالمية. والاحتياطيات كلها تتركز في 3 حقول رئيسية، هي مدينة تدمر الأثرية وسط البادية، وظهرت أخيرا طلعت عدة وسائل إعلام ومراكز بحثية عالمية قدرت وجود
حقول غاز تمتلك تحتوي على كميات كبيرة من الغاز، ما يجعل سوريا تحتل مراتب صدارة من حيث الاحتياطي الغاز الموجود لديها، إضافة إلى الثروة المائية الموجودة في البلدية السورية. معظم ناهيك على سد الفرات والبحيرة الاصطناعية التي تكونت نتيجة وجوده، إضافة للطاقة الكهربائية التي تنتج عن الثروة المائية الموجودة هناك. أيضا ناهيك عن الثروة الزراعية، فالبادية السورية تمتلك حقول كبيرة من زراعة القطن الذي ليس موجودا، لا يمكن زراعته في أي مكان أو في أي تربة كما تعلم، نعم. إضافة إلى أراضي كبيرة من زراعة القمح. تفضل. إذن يعني لماذا يعني بداية المنافسة كانت بين إيران وروسيا على قطاع الفوسفات دون غيره، برأيك لماذا الفوسفات؟ في الحقيقة دائما ما يصدر دائما إذا أردت أن تحلل اقتصاديا، ما يصدر في الإعلام ليس هو ما يجري في الحقيقة. بالحقيقة إيران كانت تسعى، حسب وجهة نظري، كانت تسعى للسيطرة على البادية السورية حتى تضمن لها ممرا استراتيجيا يربط ما بين العراق التي هي شبه مسيطرة عليها وما بين الساحل السوري الذي يمكنها من نقل ثرواتها إلى دول أوروبية عديدة عبر البحر المتوسط. فهذه هي الأهمية الاستراتيجية كبادية سورية. ناهيك على موارد الطاقة، فهي تريد بالسيطرة على البادية السورية نقل خامات النفط والغاز، كميات الغاز الكبيرة الموجودة لديها عبر البادية السورية عبر أنابيب النفط والغاز. ولكن تتضارب هنا مصالحها مع مصالح الروسية. المصالح الروسية تريد أن تضمن مركزا استراتيجيا لها في والذي يتجسد من مطار حمامة ووجودها أيضا في اللاذقية، تضمن بذلك تسيطر على امدادات الغاز لدول أوروبا. طبعا دول أوروبا معظم امدادات الغاز لديها تأتي من روسيا، فلا تريد روسيا أن يدخل طرف آخر على خط امدادات الأوروبية، امدادات الغاز للدول الأوروبية. فهذه نعم. من وجهة نظري هي الحقيقة الباطنة وراء الصراع على البادية السورية والصراع المصالح ما بين روسيا وإيران. نعم، أشكرك سيد ملهم، أرجو أن تبقى معي. أنتقل للدكتور محمود حمزة من موسكو. دكتور محمود، يعني التنافس على قطاع الفوسفات بدأ مع إيران. إيران وقعت عقد بأنها سوف تستثمر في قطاع الفوسفات، ثم جاءت روسيا. برأيك يعني بماذا تفسر أن القطاعات هي الفوسفات أولا؟ لا طبعا الفوسفات عليه طلب كبير، وهو مادة من المواد اللي تعتبر مهمة في التصدير والصناعات أو صناعات مختلفة. عمليا هذه يعني زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي إلى سوريا وبوفد كبير يعني حكومي ووزراء ورجال أعمال يدل على أن الروس بدأوا بترتيب العقود والاتفاقيات الاقتصادية التي تساهم في إعادة الإعمار وفي الاستثمارات وفي ترتيب جميع كافة الأمور. يعني روسيا حقيقة من خلال هذه يعني الزيارة وما أعلن عنها على لسان راغوزين رئيس الوزراء الروسي والمسؤولين السوريين، مسؤولي النظام السوري، هناك يعني روسيا الآن بدأت باستثمار كل ما صرفته في سوريا من في تدخلها العسكري في القصف الأسلحة وإلى آخره. الآن بدأت تعد العدة للاستثمار، لكن إلى الآن الوقت لم يعني يحن بعد، لأنه لا يوجد في سوريا الآن استقرار ولا يوجد حل سياسي ولا يوجد يعني أمان بالنسبة للروس نفسهم، ولكنهم يعدون العدة. يعني هذا قد يكون له جانب دعائي أيضا على أن ليوحوا للأوروبيين ولغيرهم على أنه الأوضاع بدأت تستقر ولازم تتجه الأعين إلى سوريا. بنفس الوقت فعلا هذا يعني هذه الخطوات الأخيرة الروسية تدل على أن الروس هم مهيمنين على الموقف في سوريا، على الأقل في مجالات عديدة، في أغلب المجالات لنقل. يعني الإيرانيين الحلقة الأضعف في سوريا لأنهم محاربين يعني من قبل الولايات المتحدة في ضغط عليهم، ومحاربين من قبل الشعب السوري، بخلاف الروس يعني
عمليا ليس لديهم أجندة واضحة، يعني لا طائفية ولا قومية، يعني وإن كان هناك في أفكار يعني بعيدة المدى، لكن الروس مصالحهم الجيوسياسية والاقتصادية يبدو هي بالدرجة الأولى المتعلقة بالطاقة ومتعلقة بالتصدير، ويريدون اعتبار سوريا مركز يعني عبور كل التصديرات الروسية إلى الشرق الأوسط نعم، والعكس، يعني يعني حقيقة قلت أن هذه تظهر هذه هي المشكلة. قد نعم تكون رسالة إلى الأوروبيين وإلى دول العالم بأن الوضع في سوريا قد أصبح قريبا للاستقرار، أو يعني في مرحلة الاستقرار. هل يعني تتضمن هذه الرسالة أيضا رسالة إلى إيران، حيث أنها اختارت هذا القطاع بعد أن كان النظام قد أعطى وعودا لإيران في هذا القطاع بالتحديد؟ هل هناك رسائل إلى إيران في هذه التصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي؟ بالطبع، نحن قلنا يعني مرارا بأنه سيبدأ، يعني هناك كان تحالف مؤقت مرحلي بين روسيا وإيران طيلة فترة 7 سنوات لتثبيت نظام المجرم بشار الأسد. الآن وهم يعني يعتبرون أنهم مقدمين على حل سياسي وعملية سياسية، بدأت تظهر الخلافات وستظهر أكثر في الفترة القادمة. يعني إيران عمليا روسيا تقحمها هلأ، مناطق خفض التصعيد وأمور كثيرة، يعني حتى المفاوضات المختلفة في جنيف وفي أستانا، إيران لا ترغب بذلك وليست مقتنعة، ولا بمؤتمر صوتي الذي سيعقد في روسيا. كل هذه عم تفرض فرض على الإيرانيين، لأن الإيرانيين مضطرين يراعوا الروس، وإلا لا يكون أحد إلى جانبهم، يعني كل العالم ضد إيران، وبالتالي يعني هي تقاطع مصالح ولكن مرحلي. الحقيقة أن الخلافات ستبدأ وستتضح سواء في المجال الميداني أو السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، يعني ستظهر الخلافات بين روسيا. وزيارة نائب وزير الخارجية أصلا، لتتذكر قبل قمة سوتشي، تتذكرون جيدا يعني عندما استجلبوا بشار الأسد إلى سوتشي قبل قمة سوتشي التي حضرها الرئيس التركي نعم والرئيس الإيراني، ليبينوا للإيرانيين والأتراك بأن روسيا هي التي لديها اليد الطولة على هذا النظام وعلى رأس النظام. نعم يعني هناك صراع أش خفي لا يعلنون عنه نعم أشكرك بين دكتور روسيا محمود، أرجو وإيران. أن نعم تبقى معي. أنتقل بالسؤال للسيد ملهم. يعني قوات سوريا الديمقراطية أيضا تسيطر على الشمال الشرقي وعلى أهم الآبار النفطية. برأيك هل ما تسيطر عليه أمريكا هو أكثر مردودا اقتصاديا، أم ما تسيطر عليه الآن روسيا من فوسفات وحقول غاز وثروات كما تحدثت عنها؟ أرجو أن أخذ منك الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم من جديد. سيد ملهم، لو تحدثنا عن قلت لك أو سألتك قبل الفاصل عن الشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية ومن ورائها يعني أمريكا، هل المخزون النفطي الموجود في الأهم الآبار النفطية الموجودة في سوريا هو أكثر قيمة اقتصادية من المناطق التي تسيطر عليها روسيا؟ إذا تكلمنا بالمجمل، بالتأكيد المناطق التي تسيطر عليها روسيا هي أكثر أهمية من تلك المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الكردية. فالمناطق التي تسيطر أكبر مساحة وتحتوي على ثروات متنوعة أكثر، بالإضافة إلى النقطة الأهم وهي وجود معبر مائي المتجسد في الساحل السوري. بينما المناطق التي يسيطر عليها المجموعة الكردية محاصرة حقيقة، محاصرة من قبل تركيا من الشمال أو سوريا من الجنوب أو حتى العراق من الشرق، هي محاصرة ولا يوجد لديها مبر بحري، فتضطر مستقبلا في حال استمر وجودها إلى عقد اتفاقيات مع دول مجاورة وتقديم التنازلات لنقل الثروات الموجودة لديها. أمريكا بدعمها لهذه القوات الديمقراطية هي أرادت أن تبقي ذراعا لها في هذه المنطقة، حتى تقول توجه رسالة لروسيا أو لإيران على أنها موجودة في المنطقة. لا أظن أن أمريكا تطمع بالحقول النفطية الموجودة تحت سيطرة الأكراد، وإلا هي تدعمها فقط لتوجه رسالة للقطبين الآخرين أنها موجودة في المنطقة.
فهذه الرسالة قامت بالفعل بتوجيهها لروسيا، سواء لروسيا أو لإيران. نعم دكتور محمود، يعني نائب رئيس الوزراء الروسي صرح يعني سأنقل لك النص بالتحديد، كما قال: علينا أن نفكر كيف سنجني الأموال لميزانيتنا ولمواطنينا وللناس الذين ينتظرون مقابلا للعمل الكبير الذي قامت به روسيا الاتحادية على الأراضي السورية. يعني هكذا تصريح بهذه الفجاجة يقوله نائب رئيس الوزراء أمام رئيس ما يسمى برئيس دولة. يعني الدول بالعادة تقول بأننا سنعيد الإعمار، يعني تأخذ هذه الأموال بشكل غير مباشر، أما أن تكون يعني التصريحات بهذا الشكل، برأيك ما هي الرسالة السياسية التي أرادت روسيا إرسالها؟ هلا أولا الرئيس الروسي يصرح بأنه تم القضاء على الإرهاب وسيعيدوا يعني يوجدون الاستقرار في سوريا والأمان والسلم وإلى آخره. الوجه الآخر للهدف الروسي أو للرسالة الروسية في سوريا أعلن عنها راغوزين في الكلام الذي أوردته حضرتك، يعني هذا حكى بكل صفاقة وبكل وقاحة ما تريده روسيا من سوريا. إذن هي لم تأتي لسواد عيون بشار الأسد ولم تأتي لمحاربة الإرهاب، وكل عملية الإرهاب هاي مفتعلة ومفبركة من قبل قوى خارجية لتبرير دخول روسيا إلى سوريا وتبرير دخول الأمريكان وغيرهم إلى سوريا. عمليا راغوزين قال يعني بلغة بعيدة جدا عن الدبلوماسية وعن يعني الأدب، قال لبشار الأسد ما، وأعلن للعالم مش لبشار الأسد، ما تريده روسيا. روسيا جاءت من أجل مصالحها الخاصة وليست من أجل لا سوريا ولا الشعب السوري ولا من أجل النظام الأسدي. وبالتالي سوريا يعني التصريح الروسي عبر عن أن روسيا هي دولة محتلة وسوريا الآن تحت الاحتلال الروسي، يعني هي تتصرف وكأنها في، يعني يكفي أن نتذكر كيف بوتين استقبل بشار الأسد في حميميم، يعني في بلده يستقبله رئيس روسي. يعني هذا دليل على أنهم هم أصحاب القرار وهم المهيمنين في سوريا، وهذا طبعا شيء معيب بحق الروس الذين يدعون أن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره ويرفضون التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويحافظون على سيادة الدول. أعتقد أنهم انتهكوا بكل وقاحة وصفاقة كل مبادئ القانون الدولي، ولكن للأسف هذا النظام السدادي المجرم الذي يعني جلس على قلوب السوريين 50 عاما هو الذي سمح بكل هذه الانتهاكات وباع سوريا للإيرانيين ولروسيا، ونتمنى أن يكون نهايته سوداء مثل نهاية القذافي إن شاء الله. نعم سيد ملهم، يعني ماذا عن إعادة الإعمار؟ هذه الثروات كلها ستذهب إلى روسيا وأمريكا ولإيران، ماذا عن إعادة الإعمار؟ ماذا عن المباني التي تدمرت والمساكن المدنيين؟ سيتم دعوة المستثمرين، سيتم دعوة الشركات، ولكن بموافقة روسية طبعا. روسيا سوف تكون مشرفة على إعادة الإعمار، روسيا سوف يكون لها حصة الأسد، روسيا هي سوف تكون الأمر بيدها لا الأمر بيد النظام السوري. ناهيك على أمر خطير جدا قد يحصل وقد ظهر مؤخرا في بعض الوسائل الإعلامية، وهي توقيع اتفاقيات مع أرمينيا حول بعض المشاريع إعادة الأعمار، وصرحوا بأن الموظفين سيكونوا من الدول التي سوف تقوم بإعادة الأعمار بالاستثمارات، يعني الموظفين لن يكونوا سوريين، بل الموظفين أو المشرفين على الأقل أو المدراء سوف يكونون من الدول الموقعة للعقود أو المستثمرة. هذا اقتصاديا موضوع خطير، حيث أن الأموال التي تتضخ من هذه الدول المستثمرة في الاقتصاد السوري حسب دورة رأس المال سوف تعود إلى الدول المستثمرة عن طريق الموظفين الذين سيوظفونهم في هذه الدول. وبالتالي حقيقة السوريون وسوريا لن يستفيدوا شيئا من إعادة الأعمار إذا ما تحقق هذا الأمر. يجب أن ننوه إلى هذه الفكرة الخطيرة التي قد تحصل والتي قد بدأ الحديث عنها في وسائل الإعلام. طيب إذا ما اتجهنا أيضا إلى العقود التي يوقعها النظام
مع روسيا وإيران، ما يعني ما مدى يعني صحتها اقتصاديا بالنسبة للدول؟ هل يمكن للمعارضة، أو في حال كان هناك دستور جديد، أن يستطيع أن الشعب السوري أو الثورة السورية أو القيادة الجديدة التي ستأتي التخلص من هذه الاتفاقيات التي وقعت؟ هلا في الحقيقة هذا سؤال حقوقي بحت، لا أستطيع أن أجاب عليه بالضبط، ولكن نعم، أعتقد ولكن نحن من التجارب بالسابق دعينا الاقتصادية، يعني من مجموع تجارب الدول الأخرى. نعم، العقود هي عقود ملزمة في حالة واحدة يمكن إبطالها عن طريق البرلمان، عن طريق إنشاء دستور جديد والبرلمان، ولكن إلغاءها صعب حقيقة. أريد أن أضيف نقطة أخرى، تفضل. وهي ان اليوم عندما يقوم الوزير الروسي بالاعلان على ان موارد الطاقه السوريه كلها في تم تمتلكها روسيا، طبعا سمعنا قبل عده اسابيع بان ايران وقعت مع النظام السوري مجموعه من العقود حول بناء مصفات نفط جديده في ضواحي حمص، وحول تجديد اعاده اعمار موارد الطاقه الكهربائيه في دمشق والباديه وحلب. أعتقد مثل ما تفضل ضيفكم الكريم الدكتور أن الحلقة الأضعف فعلا هي إيران، وهذه العقود لم تكن لتوقع إلا بموافقة روسية على لهذه العقود، وهي أعتقد هي جائزة روسية على مشاركة إيران في حربهم في سوريا التي يقومون بها في سوريا. نعم سيد دكتور محمود حمزة، أنتقل بالسؤال إليك أيضا. هل يمكن للنظام الجديد، إذا ما كان هناك نظام جديد في سوريا المستقبل، هل يمكن له أن يتملص من هذه الاتفاقيات التي وقعت على حساب الشعب السوري؟ بدقيقة واحدة لو سمحت. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. أشكركم، نكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام، وأشكر ضيفي من موسكو الدكتور محمود حمزة المحلل السياسي، ومن إسطنبول الأستاذ ملهم الجزماتي الباحث الاقتصادي. شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.